أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين المعصومين. يا رحمة الله للعالمين ويا نجاة المذنبين، صلى الله عليك وعلى حبيبك الحسين. يا ليتنا يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. هو الذبيح في من الطفوف، لكنه ضريبة السيوف. من أجمل ما كتب العلامة محمد جواد النجفي هذه المقطوعة أيها الأحبة: هو الذبيح في من الطفوف، لكنه ضريبة السيوف. هو الخليل المبتلى بالنار، والفرق كالنار على المنار. نوح وأين نوح من طوفانه، طوفانه فليس من أقرانه. تالله ما ابتلي نبي أولي في سالف الدهر بمثل ما ابتلي وهل ترى لمجمع القوسين، قوس الصعود وقوس النزول، أثبت نقطتين من الحسين، لكنه ظل جديلا في الثرى، داست على يايه الخل صدرا كسرا كسرا، وإن من تلك الدواهي
بقاؤه عريان فوق الثرى ومذ هوى هوى اللواء والحمى وظل فوق الأرض ينزف بالدماء هذا حسينكم حز وريدة يعاني وبالشمس نايم وليدة يا شالة وترى يسشف من وريدة يا بذبة للسماء وللقاع ماخر هذا حسينكم مطروح بالحار بالحار أو كثر الدوس يا جد تعفر إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين رحم الله المتقين وجعلنا منهم. لازلنا في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم ورسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أفلح والله من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لازلنا أيها الأحبة نتقلب متشرفين بالحديث عن أنصار الحسين عليهم السلام، وقد رأينا فيما رأينا فيما مضى عظيم الدروس والعبر التي نستفيدها من هؤلاء الأنصار الأفذاذ. أيها الكرام، هناك ملاحظة مهمة أريد أفتتح بها الليلة لأنها ترتبط بالناصر الذي سنتحدث عنه في هذه الليلة إن شاء الله، والملاحظة أيها الأحبة جديرة بالانتباه لأنها ترفع مظلومية عن هؤلاء الأنصار الأخيار. أيها الأحب، الملاحظة هي أن أنصار الحسين عليهم السلام هل كان هدفهم أن يستشهدوا يذبحوا يقتلوا ويربحوا أم كانت لديهم أهداف أخرى بعد الشهادة؟ شوي نركز بهالمعنى. السؤال الثاني، أيهما أعظم، النصر أم الشهادة؟ شو تقولون؟ يا هو أعظم، النصر أعظم أم الشهادة؟ السؤال الثالث، هو ما الذي أوصله أنصار الحسين من رسائل بشهادتهم؟ شنو اللي وصلوه؟ هذه الثلاثة أسئلة مهمة، لأن الليلة إحنا راح نتحدث عن شخصية عظيمة من شخصيات الطف، ألا وهي جون ابن حوا. جون هذا العبد الذي كان ملازما لأبي ذر الغفاري كما سنتحدث بعد قليل. نأتي إلى السؤال الأول، أنه أنصار الحسين البعض هكذا يقول كانوا استشهاديين، يعني بين قوسين ما عندهم غاية غير الشهادة، فما يهتمون شلون يستشهدون شلون ينقتلون
شلون يخطبون، شلون يرتجزون، شلون يحجون، هذا ما يهمهم. هم جايين ياخذون شهادة وثيمان لا، بالضبط مثل واحد في الدراسة تقول له ابويا انت ايش تريد؟ يقول لك والله انا اريد اخذ شهادة السادس، ما اقرا ما اهتم، حتى لو بالغش بالواسطة مو مهم. انصار الحسين عليهم السلام هل كانوا يريدون الشهادة فقط؟ بمعنى كيفما أتت أتت، أم أن لديهم أهدافا عليا يلتفتون إليها؟ قطعا كلا، قطعا كلا، ولا نجامل في ذلك. أنصار الحسين ما كانوا يريدون أن يستشهدوا فقط، وما كان همهم الشهادة فقط كما سأبين بعد قليل بشواهد وأدلة أيها الأحبة. أنصار الحسين ما كان هذا هدفهم، أنه والله استشهدوا ثيمان لا لا. والدليل ثلاث. أولا كل واحد منهم كان يضع بصمة معرفية، بصمة فكرية، بصمة أخلاقية، من خلال مثلا صلاة الجماعة التي يحرصون عليها، أو من خلال أراجيزهم التي يرتجزونها، أو من خلال خطبهم التي يرتجلونها. ما كانوا أناسا يريدون أن يستشهدوا ثيمان لا. يعني ما سمعنا أن أحدهم يدخل إلى الحرب مدنك وشايل السيف في سبيل أن يقتل، كلا، مع أن الشهادة عظيمة القادر، لكن أهل البيت دربوا وعلموا وربوا أتباعهم أن الشهادة لابد أن تكون طريقا إلى شيء آخر أيها الأعزاء. إذن أنصار الحسين ما كانوا يريدون الشهادة، اللي يريد الشهيد الشهادة ما يخطب، اللي يريد فقط الشهادة ما يسولف ما يرتجز. هؤلاء كانوا يريدون أن يمرروا شيئا بالشهادة، يعني بين قوسين هم شنو يعني ما يريدون الشهادة؟ لا يعني يريدوها بس ما يريدوها فقط. أنا الثاني مثلا يجيني واحد يقول له والله ذاك أبو صالح روح استشهد دونه، أنا شو أسوي؟ أنا إذا كنت عندي رسالة وعندي هدف أروح أخطب أسولف أوضح فكرة أنقذ اثنين ثلاثة أغير فكرة واحد اثنين وبعدين أستشهد. أما إذا كانت أنا ما عندي رسالة، أنا عندي حب عشق فقط، أنا أروح أستشهد وثيمان الله على الدنيا ألف تحية وألف سلام. جيد، هذا رقم واحد. إذن يا شباب لابد يكون لكم في كل شيء رسالة. أنصار الحسين كانت في رسائلهم في شهادتهم رسائل، ينبغي أن يكون لكم أنتم في دراستكم في زواجكم في كل شيء رسالة. الإنسان الذي لا يملك رسالتان سيفنى ويندثر وينتهي أيها الأحبة، هذا أولا. السؤال الثاني، هل أن الشهادة أعظم أم النصر أعظم؟ هذا طبعا سؤال خطير، واحد ما يقدر يجاوب عنه. مثلا واحد تقول له والله الشهادة أعظم، يقول لك شلون؟ الشهداء عند ربهم يرزقون، شنو ماكو بعد أعظم من الشهادة؟ يقول لهم صحيح. يقول له والله النصر أعظم، يقول له شلون؟ النصر أعظم، وين الشهادة؟ يعني تحتار ماذا تقول؟ شوي تركزون وياي لأن هذا البحث مهم أيها الأحبة. هذا البحث ينفعنا في فهم العزلة، في فهم الجهاد في سبيل الله، في فهم الشهادة في سبيل الله، هذا مهم جدا. وبالنتيجة احنا حنفهم منه، حنفهم أنصار الحسين عليهم السلام. الشهادة والناصر ينظر لهما بمنظارين. المنظار الأول هو المنظار الفردي، أنت تنظر إلى الشهادة بنظرة فردية، يعني شهادتي شهادتك، ومرة تنظر إليها بنظرة عمومية، شهادتهم شهادة الأمة شهادة الجماعة. الناصر كذلك، مرة تنظر إلى الناصر بشكل خاص، نصري نصرك، ومرة لا، نصر الله نصر الحسين، أكو فرق. الشهادة بنظرة فردية أعظم من الناصر، شهادة بنظرة فردية أعظم من النصر، لأنها أعلى مقامات الجنان. والنصر بنظرة اجتماعية عقائدية أعظم من الشهادة. لذلك شو يقول؟ إما النصر أو شنو؟ أو الشهادة. النصر مقدم على الشهادة
إن كان بنظرة عامة، فإن كان الإنسان في بقائه خير للأمة وفي نصره خير للأمة وجب عليه أن يحفظ نفسه، وإن كان الفرد في شهادته خير للأمة في شهادته فتح للأمة، فالشهادة أفضل من الناصر. إذن أيها الأحبة، راح تصير عندنا واضح أن الشهادة في مكانها أعظم والنصر في موضعه أكرم. إذن أنصار الحسين من الناحية الفردية كانوا يريدون الشهادة، يطلبونها، لكن من الناحية الكربلائية، من الناحية المسؤولة، من الناحية العقائدية، من الناحية التاريخية، من ناحية الضمير والعقل والوجدان، كانوا يريدون الناصر، كانوا يريدون يوصلون الناصر. أيها الأحبة، كانوا يريدون يوصلون الناصر، كانوا يجعلون شهادتهم خادمة لنصرهم. لذلك أيها الأحبة، في التفسير الجميل، إذا جاء نصر الله والفتح، الشهادة ناصر والفتح نصر. شوية أيتها مرة ثانية، إذا جاء نصر الله يعني إحدى الحسنين الاستشهاد، والفتح يعني فتح العقول، فتح الأذهان. أيها الأحبة، لذلك الإمام الحسين ماذا قال؟ شنو قال؟ قال: من لحق بي استشهد، ومن لم يلحق بي لم يبلغ الفتح. شوفوا شلون تركيز الإمام الحسين، تركيز الإمام الحسين على النصر الذي ينبع من الشهادة. الإمام الحسين في كربلاء يريد يقول لنا أن كل نصر في كربلاء، كل شهادة في كربلاء هي شنو؟ هي ناصر أيها العزيز. وهذه من الشهادات العظيمات في كربلاء أيها الأحبة. هذا البحث الأول. تعالوا الآن نرى صاحبنا وقدوتنا التي نريد أن نتحدث عنها، ألا وهي جون مولى أبي ذر. شوفوا السلسلة شقد جميلة أخواني، شوفوا صناعة الله. أخواني شباب، قولوا آمين. اللهم اصنعنا كما صنعت جون. قولوا آمين. أيوة، شوفوا صناعة جون. جون عبد حبشي جاء من الحبشة، اشتراه واحد اسمه عبد العباس من المشركين، أخذه أمير المؤمنين وهبه لأبي ذر. أبو ذر طيلة حياته جون مرافق إليه. ومن هو أبو ذر؟ أبو ذر الكلمة الصادقة، أبو ذر الكلمة الناطقة، أبو ذر الواثق، أبو ذر الثابت، أبو ذر الذي زعزع أركان الدولة الأموية في بداية تشكيلها عند عثمان بكلامه واعتراضه وامتعاضه وقراءته للمواعظ القرآنية. أبو ذر الذي يقول عنه النبي: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، أصدق ذي لهجة من أبي ذر. أبي ذر الذي يؤذن في عرفات في زمن النبي بأشهد أن علي ولي الله. أبو ذر الذي لازم عليا ورافق عليا وتعلم من علي وتوقف عند علي ولم يخالف عليا. أبو ذر الذي نفي إلى الربذة لأنه كان يخاف على دين الناس من دنيا الملوك. أبو ذر الذي قال فيه أمير المؤمنين: إن القوم خفتهم على أخراك وخافوك على دنياهم، فاترك ما خافوك عليه وخذ ما خفتهم عليه. هذا أبو ذر، تلميذه وربيبه ومولاه، والذي يرافقه جون أيها الأحبة. شنو يطلع جون؟ لذلك جون في الطف عند عبارة كلش دقيقة يقول له: أنا في الرخاء ألحس قصاعكم، في الشدة أترككم، والله لن أفارقكم حتى شنو؟ أنصركم بدمي وفمي. حلو جميل، بدمي وفمي أنا أريد أنصركم، مو نصرة عادية، مو فقط بالدم، لا، أريد أثبت موقف. تتذكرون شنو قلنا قبل قليل؟ أهل كربلاء كانوا لا يريدون النصر أو الشهادة، بل النصر والشهادة، النصر والشهادة. الناس أصناف، منهم من يحصل الشهادة دون النصر، ومنهم من يحصل على النصر دون الشهادة،
ومنهم من لا يحصل عليهما معا، وفي كربلاء النصر والشهادة كلاهما أيها الأحب. لذلك أنصار الحسين عليهم السلام في كربلاء هماتين نالوا الناصر ببقائهم بأراجيزهم بخطبهم بمواقفهم، وهميتين شنو؟ نالوا الشهادة أيها الأحب. لذلك أنصار الحسين في كربلاء الفاتحون الأعاظم في التاريخ، لا يتكررون أبدا. زين، إذن جون رحلة جميلة من يد علي ليد أبي ذر ليد الحسين لشهادة بين يدي الحسين عليه السلام. أنا اليوم أريد أرفع إشكال عن أبي ذر أو عن جون، وهذا الإشكال أرجو أن يصل إلى مسامع الجميع. جون ورد أنه قال للإمام الحسين تنفس علي لوني أسود وحسبي لئيم وريحي لنتن. معقول جون هذا الرجل الكريم يقول عن نفسه هكذا؟ معقولة؟ ما المقصود بهذه الكلمة؟ ما المراد؟ احنا ننطي تفسيرين مختصرين والباقي تتوسعون به جنابكم، الله يبارك فيكم والذين سيستمعون إلينا. أولا جون كان يقصد اللون والرائحة والحسب بالقياس لأهل البيت عليهم السلام، كل حسب بالقياس إلى حسب أهل البيت، ما إلى ما يقاس، لئيم كل لون بالقياس إلى لونهم ما ينقاس، كل ريح بالقياس إلى لون ريحهم ما ينقاس. فكأن جون الآن يتحدث بالقياس إلى الحسين عليه السلام، بالقياس لأهل البيت عليهم السلام. شلون مرات واحد قارن بينه وبين غني، مثلا واحد عنده مليون دولار، آخر عنده مثلا تريليون دولار، أبو المليون بالقياس أبو التريليون فقير، تسأله تقول له أنت غني؟ تعم أنت غني مثل فلان أبو التريليون، يقول لك والله أنا فقير كل شيء ما عندي. هو عنده بالقياس إلى من هو دونه، لكن بالقياس إلى من هو فوقه ما عنده. جيد، إذن المعنى الأول هو أن أبا ذر جاي يمدح الحسين، جاي يقول له إحنا ألوان وروائحنا وحسبنا بالقياس إلى ألوانكم وروائحكم وحسبكم لا شيء. هذا أولا، وهذا مدح معرفي. مدح شنو؟ معرفي، وهذا مطلوب من عندنا جميعا إخواني. ذوبوا أمام الحسين بخدمتكم، قولوا شعدنا، قولوا شو مقدمين، قولوا شو مسوين، من تلطمون وتخلصون لطم قولوا إحنا شقدمنا، من تقرأ محاضرة وتنزل قول والله مقصر، يجي يكون دائما. لا ترون لأنفسكم شيئا أمام جمالهم، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني هو أن أبا ذر مو جاي يمدح، لا، جاي يكشف حقيقة غابت عن الذين لم ينصروا الحسين وستغيب عن الذين يأتون بعده، فيريد يوضح للأجيال شنو؟ يريد يقول كل لون لم يرتبط بلون فطرتهم ونورهم فهو لون شنو؟ أسود. وكل ريح لم يرتبط بريحهم وطيبهم فهو شنو؟ نتن. وكل حسب لم يرتبط بحسبهم فهو حسب شنو؟ لئيم. الله، يريد يقول احنا شنو قيمتنا وشنو وجودنا دون هؤلاء؟ هذا بيش يذكرك؟ هذا يذكرك بيا نفس من بعد الحسين وبعده لا كنت أن تكوني. إذن جون ما كان يتكلم عن امتهان لنفسه وحقارة واستحقار، لا، كان يمدح ويوضح، يمدح ويوضح. وفعلا لو أخذنا هذه الكلمة بهذه الطريقة لكشفنا منها الجمال الجليل. يجي أبو ذر، يجي جون يقول لي
الإمام الحسين أنا وياكم أقاتل؟ قال إنما تبعتنا على العافية. إخواني سؤال وما أطول عليه، تابعين أهل البيت أنتوا للعافية لو للعاقبة؟ الاتباع اتباعان، اتباع للعافية واتباع للعاقبة. اللي يتبعهم للعافية عند أول محطة صعبة يتركهم لأن ماكو عافية، واللي يتبعهم للعاقبة في المحطات الصعبة يثبت. قال تبعتنا للعافية لا تدخل نفسك في عاقبتنا. قال لا والله لا أفارقكم، إن لوني أسود وريحي لنتن وحسبي للئيم، فتنفس علي من ريحك، يبيض لوني ويطيب ريحي ويشرف حسبي. فعلا جون قدم نفسه للحسين، والحسين الرواية تقول لما وقع جون مضى إليه الحسين، شنو اللي سوى؟ مضى إليه وضعه في حجره وتنفس عليه، يعني فاضت روح جون وين؟ بين يدي الحسين عليه السلام، فتنفس عليه الحسين. تقول الرواية أن كل من مر بجثة جون يشم منها عطرا زكيا ويرى منها نورا نديا. يشوف أكو فتشي اختلاف عند جون. لذلك أيها الأحبة، الإمام الحسين ما فرق بين جون وبين من؟ وبين العباس عليه السلام. العباس أيضا الحسين وضع رأسه في حجره وتنفس، يعني فاضت روحه بين صدره ونحره، هكذا فاضت روحه. هيجي يعني الإمام الحسين نفس اللوعة هنا تجدها هناك. لكن عندما ذهب إلى أبي الفضل ذهب محني الطهر. هذا العباس إخوان. عندما وصل إلى النهر يقول حميد بن مسلم رأيته انحنى ثم حمل شيئا ثم مشى ثم انحنى ثم حمل شيئا وقبله ثم مشى، فلما دققت النظر وإذا بهما كفي أبي الفضل العباس. خويا 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 بياك ترطاح نزنودك، خويا العلم وين وين جودك جودك جودك، يا ابو فاضل زماني هم يعودك، او شمل اللي تشتت بيك يلتم، خويا يا ريحة الخوة وفتشة العين، جاوبني مو أنا عضيدك حزين، بعد عينك قل انطي الوجه وين، وزين بنادتك يا ليث الأغنام، أنا وين صبر قل وين حالي حالي حالي، صار نهار يا عباس ليلي، أصيح بصوت وينك تدليني، خليني أحضنك يا قمرهم. وصل العباس، وصل الحسين إلى أبي الفضل العباس، وصل الحسين إلى أبي الفضل العباس، وجده مجدلا على الأرض مقطعا من جميع الجوانب، سهام رماح سيوف، وكانت القربة من قربه. تقل سكنتي تنطر رجيعتك والعيال
حال تريد ماي اقعد وعاين خيامي ارجعي وتمشي وياي. يا الله فرج عنا يا الله لحوائجنا، شافي مرضانا، أعنا على طاعتك، منحنا لطفك وعبادتك. اللهم شافي كل مريض سيما مرضى كورونا يا الله، فعنا الوباء والعناء، وإلى أمواتكم جميعا، موتى خدمة الحسين، شهداء أجمعين. الفاتحة مع الصلوات.